يوم يتصادف مع يوم التدشين الرسمي لهذا الصرح، وهي مدرسة تكوين المحامين بمدينة سيدي عيسى التابعة لولاية سيناء. كما شاهدت حضور الرسميين وعلى رأسهم السيد وزير العدل حافظ الأختام، تصادف اليوم مع انطلاق التربص الميداني لمحامي ناحية البليدة وكذا المسيلة والسطيف والبرج، وألقيت محاضرات تتعلق بأخلاقيات المهنة، منها ما تعلق بالحقوق والواجبات. والإخوة المحاضرين أكدوا على أهمية التكوين وأهمية تشبع السيدات والسادة المحامين الجدد بأخلاقيات المهنة. وكما تعلمون الدولة بذلت كل ما في وسعها لاتناء هذا الصرح الجميل والملائم والذي يليق بمقام مهنة المحاماة. وكما تفضلت كما تشاهدت المدرسة مجهزة بأحدث التجهيزات، سواء تجهيزات تقنية أو بيداغوجية، في انتظار الحصول على التأطير البشري الملائم. وستنطلق اليوم، هو أول يوم تكوين، وابتداء من يوم سيستمر في هذا التكوين بمعدل أسبوع لكل نقابة. والتكوين بالنسبة للدولة وقطاع العدالة يعد من أولويات البرنامج، حتى في برنامج السيد رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة التكوين لجميع المهن بما فيها مهنة المحاماة.